بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس دوره يوز اونلاين مقدم من قبل فريق اسس. معكم خلدون يلداني. احنا مستمرين ببكر رياضيات بالصفحه 27، السؤال رقم واحد. اذا كان عندي انا 238 تقسيم 17 عم يعطيني اكس والباقي واي، اوجد قيمه اكس ناقص واي بإجراء عملية قسمة. يعني إذا قسمت الـ 238 تقسيم 17 فحيطلع معي الجواب 11 والباقي 0، لذلك 11 ناقص 0 يعني عفواً 14. انشولديغونغ، انشولديغونغ بالألماني يعني آسف، 14. فـ 14 ناقص 0 يعني 14. طيب السؤال رقم 2، إذا كان عندي A تقسيم B عم يعطيني 10 وباقي القسمة 9، A زائد B يساوي 130، أوجد قيمة الـ B. طيب نحن عنا A يساوي 10B زائد 9، وإذا نقلت هاي للطرف الثاني فالـ A تساوي 130 ناقص B. هلأ اعمل عملية طرح مباشرة للمعادلتين فبصير معي 11 او 0 يساوي 11 بي 9 ناقص 130 يعني ناقص 121. بنقول 121 للطرف الثاني فبصير معي 11 بي يساوي 121، فبالتالي قيمة البي بتكون عنا 11. يا محمد شو سهل. سؤالي بعد سؤال رقم 3، اذا كان عندي A A A 0 A A A تقسيم A A A X Y عم يعطينا X والباقي Y، أوجد قيمة X زائد Y. تعالوا نقسم بشكل نظامي A A A 0 A A A تقسيم A A A. هلا AAA تقسيم AAA واحد، واحد بAAA مهم بيصفى عنا صفر. هلا بنزل الصفر، بلاحظ انه ما فيني اقسم، لذلك بحط صفر وبنزل الـ A كمان ما فيني اقسم، لذلك بحط صفر وبنزل الـ A الثانية كمان ما فيني اقسم، لذلك ايضا بحط صفر وبنزل الـ A الثالثة. فهلا بقسم 3 ايات على 3 ايات فبيطلع معنا الجواب واحد، واحد بثلاث ايات فالجواب فالباقي صفر. اذا قيمة الـ X طلعت معي 1001 زائد الـ Y اللي هي صفر، فالجواب بيكون 1001. اذا كل ما نزل خانة انا بحط بدالها صفر بناتج القسمة. نشوف السؤال رقم 4 بهي الصفحة، اذا كان عندي AB تقسيم AB 3 تقسيم AB عم يعطيني X والباقي Y، أوجد قيمة X ناقص Y. إذن حنقسم AB 3 على AB. AB تقسيم AB 1، AB بضربها بيطلع معي 0، خالصين هدول. هلا بنزل A ما فيني أقسم، لذلك بحط 0. نزل B بقسم بيطلع معي 1 فبضربها ب AB فبصير معنا 0. بنزل 3، 3 تقسيم AB ما فيني أقسم، فإذا الجواب بحط 0، إذا فالجواب الـ X 1010 والـ Y باقي القسمة يعني اللي هو 3، فـ 1010 ناقص 3 يعني 1007. نشوف سؤال رقم 6 أو 5 ضمن هاي الصفحة، 3 2 1 تقسيم 3 2 1 تقسيم X عم يعطيني Y، أوجد قيمة X زائد Y. طيب هلا بقسم، رد مرة تانية، 3 2 1 3 2 1 3 2، عم قسمها 3 2 1، 3 2 1 تقسيم 3 2 1 1 بيطلع معنا 3 2 1 بيروحوا مع بعض. هلا بنزل 3 ما فيني اقسم، بنزل 2 وبحط 0،
ما فيني أقسم، نزل واحد وبحط صفر. 321 تقسيم 321 واحد، 321. هلا نزل الثلاثة ما فيني أقسم فبحط صفر، نزل الاثنين كمان 32 ما فيني أقسم فبيطلع معي الجواب 100 100 وباقي القسمة 32. إذا الجواب 100 100 وباقي القسمة 32 فبيطلع معنا 100 132. شيء كتير إيزي. سؤال رقم 6، إذا كان عندي A تقسيم B عم يعطيني 5 والباقي 2، وإذا كان عندي B تقسيم C عم يعطيني تقسيم 6 عفوا عم يعطيني C والباقي 2، فبالتالي A تقسيم 30 قديش بيكون باقي القسمة؟ لاحظ يا ابني مباشرة انه انا فيني اكتب A تساوي 5B زائد 2، وهون B تساوي 6C زائد 2. طيب اذا عوضت ال B بما يساويها فبصير معي A يساوي 5 ب 6C زائد 2، اذا عوضت هاي بدل ال B فصار عندنا 5 ضرب 6C زائد 2 زائد 2، فبصير معنا 30C زائد 5 ضرب 2 10 زائد 2 12. إذا 30 عم يطلع معنا باقي الناتج C والباقي 12، 12 أصغر من 30 فباقي القسمة بيكون عنا 12. السؤال اللي بعده سؤال رقم 7، إذا كان عندي A تقسيم B عم يعطيني 11 وباقي القسمة 9، وسي تقسيم 11 عم يعطيني 4 وباقي القسمة B، بالتالي A ناقص C يساوي قديش؟ لاحظ انه التسعة اصغر من B، يعني ال B اكبر من التسعة وبنفس الوقت اصغر من ال 11، فنستنتج انه ال B تساوي 10. بذكائنا الخارق استنتجنا انه ال B تساوي 10. نحن عنا ال A تساوي 11 ضرب 10 يعني 110، زائد 9 يعني نعم زائد 9 فبصير معنا 119. نحن عنا ال B أو ال C عفوا اللي هي 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 11 ضرب 4 44 زائد 10 يعني 54. هلأ بيجي بطرح هاي من هاي فبيطلع معنا الجواب A ناقص C يساوي 65. سؤال رقم 8، إذا كان عندي K ينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي N، عندي A تقسيم 39 عم يعطيني 2 K مربع، بالتالي ماكس الـ A، إذا انتبه يا ابني انتبه 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 إنه هون عاطيك هذا الشرط K ينتمي لـ N، فبالتالي الـ K لازم يكون عدد صحيح. ماكس الـ A يساوي قديش؟ وقت يقول لي إنه K ينتمي لـ N فبالتالي بستنتج إنه الـ K مربع أصغر من 39. شو هو العدد الصحيح اللي مربعه أصغر طبعاً أعلى ما يمكن ومربعه أصغر من 39؟ هو 6، فمنستنتج أنه الـ K مربع تساوي 36. إذن وقت بيكون عاطيك K ينتمي لN منحل هيك. حنشوف تمرين بالصفحة اللي بعده، ما بيكون عاطينا K ينتمي لN ومنشوف كيف منحله بالفيديو القادم إن شاء الله. فإذن K مربع يساوي 36 لحتى يطلع معي ماكس الـ A. ممكن الـ K تكون مثلاً 4، الـ K مربع يكون 4، ممكن يكون 16 9 25، لكن هو بده أعلى قيمة لـ A، فأعلى قيمة لـ A تتحقق لما باخد أنا أعلى قيمة لـ X مربع لـ K مربع عفواً، علماً أنه الـ K عدد صحيح. لذلك بيطلع معنا 39 ضرب 2 زائد 36 فالناتج بيكون 114. هيك بيكون انتهى هذا الدرس. إلى اللقاء.